الممثل سعيد سرحان، بدنا نرحب فيك عبر موقع الفن. يا أهلا وسهلا فيك يا حبيبي بموقع الفن وبإدارة موقع الفن. بعد انتهاء سلسلة الهيبة وبانتظار الفيلم، إذا بدنا نقول لسعيد علي شيخ الجبل يلخص السلسلة بعنوان شو بيقول؟ هيبة، ما فيك إجا الاسم عليه. يعني السلسلة تلخصت بهيدا الفيلم، هلأ بفيلم الهيبة. كنا عم نجرب قد ما فينا من بعد نجاح الجزء الخامس نوصل لمحل نقدم فيلم، لأنه كان قرار إدارة الفيلم من منتجين ومن شركة الصباح على رأس أستاذ صادق الصباح أنه إحنا بدنا نعمل فيلم، بدنا نختم هاي السلسلة بفيلم من بعد الجزء الخامس. فكان عندنا تحدي كتير كبير نقدر ننقل الهيبة من محل ما وصلت بالجزء الخامس لفيلم العالم تفوت تحضره وتاخد كل ما تقدمه الهيبة بثلاثين حلقة، ومنه تحدي هين كان. والزاد على الخبرية انه زاد الصعوبة انه نحن طلعنا برات جغرافيا الهيبة، برات بيئة الهيبة، رحنا على بلد تاني على تركيا. فانت كيف بدك تنقل بيئة الهيبة على غير جغرافيا؟ كمان زاد التحدي صعوبة. وبعد شد ورد ونقاشات وكذا شغلة لقدرنا طلعنا بصيغة نهائية ترضي الجميع، من أبطال العمل لمخرج العمل للشركة المنتجة. بنشوف سعيد هلأ كل متابعين مسلسل هيبة ومتابعينك ومحبينك ما حافظينك إلا علي شيخ الجبل، شو بنحب نقول لهم؟ ليك هذا الاسم رح يعيش خلاص. يعني كل شخصيات الهيبة، كل الأسامي من شاهين لصخر لعلي لجبل لأبو علي، الكل هول شخصيات طبعا دليل على نجاح أصلا المشروع ككل. يعني هلا نحن اجينا حطينا إضافتنا كل واحد فينا، وهاي الإضافة علمت عند العالم يعني. فخلص هذا الاسم انطبع، وبعدين اسم عزيز علي كتير علي، يعني يكفيني شرفا هذا الاسم. إذا بدنا نحكي عن العمل مع تيم حسن، عبدو شاهين، منى واصف، شفنا الكيمستري بينك وبين كل أبطال العمل عالية عالية جدا سعيد، وهذا دليل على نجاحك ونجاح فريق العمل كمان. شو بتخبرنا أكثر عن العمل معهم؟ لك سأبت أول مشهد أخذته كان مع ست منى واصف. يعني لما تبلش من هذا المحل اللي هو المحل أصعب، يعني إذا بدك بأعلى الهرم، بلش من أعلى الهرم، بيمشي حال المشهد ترتاح، بتحس حالك لا أنا هون بين أهلي بين ناسي بين عائلتي. لما تتصرف على هذا الأساس بتلاقي الكيمستري لحالها أجيت. هيك صار مع قويس، هيك صار مع ستيس تايم، مع روزينا، مع الكل، مع أنه ما كان عندنا كتير مشاهد، بس نحن فعلا كنا جو عائلة. ويلي كان هيك جامع هيدي العائلة هي ست منى واصف. يعني نحن كنا فعلا مثل ولادة بهذا البيت. علي كان ابن أم علي، بس هو كان ابن منى واصف السيدة الممثلة الرائعة العظيمة على الست بالكواليس. هذا الجو كان راكب بيناتنا، فالكيمستري بتجي لحالها وبتنعكس أكيد على الشاشة. يعني بدك تخبرنا أكثر عن الفيلم يلي منتظرينه قريبا؟ شو فيني خبرك عن الفيلم؟ شو مسموح لي خبرك عن الفيلم غير أنه الفيلم هو في هيك مفاجأة حلوة عم تجمع الأجزاء كلياتها، وعم تلخص الصراع بالهيبة يلي هو نوعا ما دائما بيكون عندك صراع، حتى لو كان على مستوى دولي أو إقليمي أو بين أي منظومتين أو فكرين، هو جاي من شخصين. في هذا الفكر نتاج شخص، وهذا الفكر نتاج شخص، صاحب القرار بهذا المحل ويواجهه صاحب قرار بالمحل الثاني. فلما ترجع تلخص الصراع للبداية بتقول للعالم لا، بتبلش من محل بس ما بتعرف وين بتخلص. بتخلص انه بتلاقي داعش جايين بمحل ما، بتخلص بتلاقي في ناس عم يتزور تاريخهم ليرجعوا يستلموا الهيبة مثل الجزء الرابع. هذا اللي جربنا نقوله بجغرافيا جديدة، بوجود يعني يلي تركهم الجزء الخامس عايشين من أبطال العمل، كان أنا أو جبل ستيس تايم يعني، وبحضور ست منى واصف يلي هي ما في هيبة بدونها أكيد. عم نحكي عن فيلم أكشن، عم نحكي عن فيلم فيه دراما عالية، وعم نحكي عن فيلم أخذ شغل منيح تنقدر نوصل لصيغة نهائية، إن كان كتابة أو تصويرا، مع ممثلين من تركيا كمان.
سعيد، مع سيرة الكتابة بالعمل شفناك كعلي شيخ الجبل وكسعيد سرحان من ناحية الكتابة، بتخبرنا أكثر عن العمل مع الكاتب الأستاذ سامر البرقاوي ومع الأستاذ صادق الصباح؟ أكيد هلا الأستاذ صادق الصباح هو إذا بدك العراب تبع كل هذا المشروع، يعني هو صاحب الشركة، صاحب رؤية الشركة وصاحب فكرة معظم الأفكار اللي فيها. وبتعرف نحن لما يخلق بين ايدينا اي ولد، الاول يلي بيقول بدي ربي وبدي يمشي وبدي يكبر ويصير هالقد مهم هو استاذ صادق، هو الاب المربي. الله يطولنا بعمره، بحبه كثير. الاستاذ سامي برقاوي هو اللي فعلا اكتشفني وحطني بالهيبه بدعوتي لكون واحد من ابطال الجزء الثالث، مع محدوديه الدور، ولكن علي بالجزء الثالث فات واثبت محله. وبحواراتي انا وياه ونقاشاتي انا وياه كان في عرض لانه نعمل الجزء الرابع، لانه نحن كنا خالصين السلسله بالجزء الثالث، يعني كان علي في يجي بالجزء الثالث وهي كانت يعني، ولكن عملنا اجينا قرار انه بدنا نعمل الجزء الرابع. فبتكتب ما بتكتب؟ قلت له بنجرب. وكان عندنا صعوبه لانه جبل مات بالجزء الثالث، يعني احنا شفناه مات، ولكن ثاقبت انه في حركه من الايد بنينا عليها هاي الحركه، يعني اوقات شغله هالقد تبني عليها انه لا بعده عايش الزلمه، لانه كمان في صعوبه هلا انك تقنع العالم بكيف عاش شخص، في صعوبة انك تروح تقتل شخصيات تقول بعدين لا عاشوا، لا كيف عاشوا، يعني كيف عاشوا، بدك تقول لي كيف عاشوا، اذا ما قنعتني كيف عاشوا مثل بيكون واحد يعني جرب الخبرية ما عجبته قال لا بنرجع منعيش، ما بتركبه. فجربت الكتابة وقدمت له فكرة لكيف نقدر نوصل الجزء الثالث بالجزء الرابع اللي هو الجسر اللي كان الاهم، ومن بعده تفرز الشخصيات بشكل صح. وكان حب كتير البروبوزل، حب الفكرة، وكتبنا أول ثلاث حلقات، وبيت عم بكتب أنا وياه للحلقة تقريبا 10. هون أنا كنت بلشت عم صور، بلشنا صور بالشام، فانسحبت شوي، كان في فريق كتابي ركب القصة موجودة بين يدينا ومشي الحال، وأنا كنت عم تابع بالحوارات اللي هي شغلي الأساسي، الحوارات وأيدنتيفيكيشن للشخصيات. وكملنا بالجزء الخامس وكملنا بالفيلم. هلا وقفت الخبريه هون، هن هلا عندهم مشروع عم بيحضروا كمان تصويره، راح يكون بين لبنان وسوريا وتركيا، اسمه زند، بطوله استاذ تايم. بتمنى لهم التوفيق لاستاذ سامر واستاذ تايم. وانا هلا عندي مشروع عم حضره مع استاذ بسام كوسا، اخراج صوفي بطرس، مع شركه الصباح كمان. شو بتخبرنا اكثر عن هيدا العمل هلا؟ عن الغريب يلي مع استاذ بسام كوسا. المسلسل الغريب هو مسلسل من 12 حلقة من الأفلام، من المسلسلات اللي رح ينعرضوا على المنصات، منصة شاهد. هو بطولة أستاذ بسام كوسا، محمد عقيل، أبو عقيل اللي بنسميه الشايب، هو كمان موجود بالعمل، مجموعة من الممثلين الجداد الشباب. أنا عم بلعب شخصية مكتوبة الشخصية للعالم تكرهها، فات شوي ألمي، لأنه أنا مؤمن أنه ما في شر، ما في شر مطلق، ما في خير مطلق، دائما في دوافع لأي جنحة أو لأي شر بيعمله الواحد، وبنفس الوقت في دوافع لأي خير بيعمله الواحد، يعني بيكون يبتغي شيئا ما، أو في شيء محركه، في شيء جابره، في شيء عاشه بطفولته ممكن يوصله لهالمحل. هي شخصية عنيفة نوعا ما، ولكن عندها الجانب هيك الجانب اللطيف اللي حيخليك تقول لك حرام، انه حرام، وهذا هيك بيلون الكاركتر تما يكون عم يلعب تلعب شخصية على نفس الخط. والحمد لله شغل مع صوفي هو تاني شغل لي، لانه قبل اشتغلت مع فيلم سينما مع بس استاذ بسام كوسا، وهلا عم نرجع نلتقي بمسلسل، وساعدت استاذ سامي برقاوي، بلشنا انا وياه بمسلسل ورحنا عملنا فيلم، فمحظوظ نوعا ما اشتغل مع مخرجين بنمطين لعرض القصه، ان كان سينما او تلفزيون. الكاتب والممثل المبدع سعيد سرحان، كل التوفيق لك. كلمه اخيره منك لموقع الفن. تابعوا موقع الفن دائما،
وبدي هيك أقول كلمة خاصة لإدارة موقع الفن. أنتوا عن جد تهتموا بالممثلين والفنانين اللبنانيين، وقد ما واحد يشكركم بيكون هيك ما كفاكم حقكم. ولكل الشباب اللي بيشتغلوا معكم ألف شكر. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.